تبحث به انه حتى المدير العام رئيس قسم وزير كهرباء لا يستطيع اقالته اذا كان لم يكن مكفوا يعني. وهاي احنا نعرفها يعني، عندنا معلومات حول الوزاره ونلتقي الاشخاص معينين داخل الوزاره يقولون لنا المدير العام او الوزير ما يقدر يحرك يعني مدير عام مثل غير كفو، لكن يفرض على الوزير، يفرض على الوزير هو حتى استاذ زياد قال الجانب السياسي هذا هو المحاصصه، فشي يسوي للوزير وهو يعرف يعني يحاول قدر الامكان يعني يمشي وزارته مو يعني. فهذا جانب. اما تقولي لي انه ايش قد صرفنا وايش قد كذا وايش قد كذا، يعني احنا من البدايه قلنا اسباب متعدده لهذه القضيه. اذا الجانب المالي توفر الجانب السياسي قد يضايق، اذا الجانب الاشرافي فهمنيها واحده واحده. ايه؟ راح نجي على المالي بعدين نروح على السياسي. قد صرفنا فلوس على وزاره الكهرباء؟ وصرفت اموال كثيره. ايش قد؟ يعني يجوز تتجاوز ال 100 مليار اكثر. 100 مليار. بس هذه الاموال يعني هي مو فقط لإنشاء محطات وكذا، أيضا تشمل الصيانات، تشمل الوقود. 100 مليار تقدر تهد المحولات الرئيسية من جديد؟ لا 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 100 مليار. ايه شوف الستي، إيش قد نحتاج حتى؟ شوف الستي، هاي الناس مع الأسف، الناس ما تفسر هذا الرقم شنو. إحنا السعودية عندنا تحدث منظومتها الكهربائية كل 4-5 سنوات إلى 20 مليار، يعني كل تقريبا 10 سنوات يصرف 80-90 مليار، وهي أقل سكانا وأقل يعني قدرة من العراق. فالمبالغ قد تكون نعم لا نذكر انه بعض الفساد حصل في هذه المبالغ، لكن لا اسمحي لي سيدتي، يعني لما يكون عندك انت انتاج يعني محطات 27,000 ميجاوات، يعني هاي اموال هائله يلا تقدر هذا حقق الرقم. في نفس الوقت الوقود المشترى احنا نشتري سنويا ما يعادل تقريبا 7-8 تريليون دينار عراقي بس وقود.